نسعد اليوم نحن في زيارة إلى جمهورية مصر العربية، ويأتي ذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بين البلدين في مستوياته المختلفة القيادية وكبار المسؤولين. أنا أحب أؤكد مرة أخرى عن رضانا التام عن مستوى العلاقات الموجودة الآن بين السودان ومصر في شتى مجالاتها، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو العسكرية، وهنالك تطابق والحمد لله في كثير من وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. ما يربط بين السودان ومصر معروف لدى الجميع، تربط بلد الجغرافيا والتاريخ المشترك والحاضر والمستقبل والبصير أيضا مشترك.